السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذ وتلميذات الصف السادس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم عودة مع درس جديد من دروس اللغة العربية. درسنا اليوم بعنوان النكرة والمعرفة. اللغة العربية بتاعتنا كلها يا ولاد كل كلماتها أصلا نكرة. طب يعني إيه نكرة؟ نكرة يا شباب يعني لما أجي أقول لك هات لي قلم، تمام؟ ومحددتش أي قلم بقى، قلم جاف، قلم رصاص، قلم وخلاص، يبقى كلمة قلم دي جاية نكرة. طب لما أجي أقول لك هات لي كتاب، كتاب بقى ومحددتش كتاب العربي، كتاب العلوم، كتاب الدراسات، أي كتاب ومحددتش الكتاب اللي أنا عايزاه ده إيه، يبقى كلمة كتاب هنا نكرة. يبقى النكرة يا شباب كلمة غير معينة غير محددة، لكن المعرفة عكس النكرة، بتكون معينة ومحددة. تمام يا شباب؟ يبقى الاسم بتاعي حاجة من الاتنين، يا كلمة نكرة يا اسم معرفة. النكرة عبارة عن اسم بيدل على شيء غير معين أو محدد، أما المعرفة اسم برضو لكن بيدل على شيء معين أو شيء محدد. طيب أعرف المعرفة إزاي؟ قال لي الاسم النكرة عكس الاسم المعرفة. الاسم النكرة زي ما قلنا كده في المثال، حضر معلم إلى المدرسة. أنا هنا ما حددتش في معلم حضر، ومش عارفين بقى معلم العلوم، معلم الدراسات، معلم اللغة العربية، معلم وخلاص. يبقى كلمة معلم هنا يا ولاد جاءت نكرة، ماشي يا ولاد؟ يعني مش محددة ومش معينة، تمام يا ولاد؟ طيب لما اجي اقول لك شاهدت البنت ثمرة، ثمرة وخلاص، ثمرة تفاح، ثمرة أناناس، أي ثمرة. يبقى كلمة ثمرة هنا كلمة نكرة لأنها غير محددة غير معينة، تمام يا ولاد؟ مفتوحة بقى. طب الاسم المعرفة، قال لي الاسم المعرفة له أنواع، ممكن يكون الاسم المعرفة اسم إشارة، هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء، زي المثال اللي قدامي كده، هذا تلميذ متفوق، هذا اسم إشارة يعتبر من المعارف. طب الأسماء الموصولة كمان تعتبر معرفة، زي إيه؟ الذي والتي واللذان واللتان وإيه؟ واللاتي أو اللائي والذين. طبعا أحترم الطالب الذي يجتهد في دروسه. الذي هنا ده اسم إيه؟ معرفة، لأنه اسم من الأسماء الموصولة. طب ايه تاني بقى يعتبر من المعارف يا شباب؟ قال لي الضمائر بانواعها تعتبر اسم معرفه. الضمائر زي ايه؟ ها، انا ونحن، هو وهي، ها، انت وانتم، يعني ضمائر الغائب والمخاطب والمتكلم، زي هم يحبون فصلهم، هم ضمير غائب، يبقى الضمائر سواء غائب او متكلم او مخاطب تعتبر اسم معرفه. أسماء الإشارة بأنواعها كلها اسم معرفة، الأسماء الموصولة كلها اسم معرفة. إيه كمان؟ قال لي العلم، يعني إيه علم يا شباب؟ زي المثال اللي قدامي كده، محمد ده اسم علم، ماشي؟ أكتوبر اسم علم، شوال، رمضان دي اسم علم، يعني حاجة نعرفها واضحة. مصر اسم علم، تمام يا ولاد؟ السعودية اسم علم، ماشي؟ طيب قال لي كمان المعرف بالإضافة. يعني إيه معرف بالإضافة؟ يعني مضاف لاسم معرفة، يعتبر هو كمان معرفة، زي أبو بكر. أبو بكر هنا معرف بالإضافة، معرف بالإضافة لاسم علم، بكر ده اسم علم، تمام؟ فبقت دي كمان معرفة عشان ايه؟ مضافة لاسم علم، يعني جه بعدها اسم علم. الصديق برضو اسم علم، تمام يا شباب؟ يبقى ده معرف بالإضافة لاسم علم، يعني لو كلمة نكرة وجي بعدها، أو اسم نكرة وجي بعده اسم معرفة، الاسم المعرفة بتاعي بصرف النظر بقى المعرفة ديت نوعها ايه من الأنواع اللي احنا قلناها دي كلها، بيبقى الاسم النكرة ده معرف بالإضافة لاسم ايه؟ معرفة.
ناخد تدريب كده عشان نشوف احنا هنعرف نحل عليها ولا لا، وازاي بيجي عليها السؤال ميز النكره والمعرفه في الجمل الاتيه: اكلت طفله التفاحه، اكلت طفله التفاحه، اكلت ده فاعل ماليش دعوه بالافعال، انا عايزه اسم طفله. يا ترى كلمه طفله دي نكره ولا معرفه؟ عندها الف ولام؟ لا. طيب يبقى هنقول له طفله دي نكره. طب التفاحه عندها الف ولام معرف بقال؟ ايوه. عندي كلمه ها طفله، والمعرفه عندي كلمه التفاحه، احسنتم، معرفه بايه؟ بقال. تمام. طب التخطيط السليم اساس النجاح، فين النكره وفين المعرفه هنا؟ تعالوا نمشي كلمه كلمه مع بعض كده. التخطيط معرفه بقال تبقى معرفه، السليم معرفه بقال تبقى معرفه، اساس نكره، احسنتم، ما عندهاش الف ولام. تمام. النجاح معرفه معرفه بقال، يبقى النكره عندي كلمه اساس، المعرفه كلمه التخطيط، والسليم والنجاح. تدريب كمان. قابل مريض طبيبا، قابل فعل ماليش دعوه بالافعال، انا عايزه الاسماء. مريض ها نكره ولا معرفه؟ نكره. طب طبيبا نكره ولا معرفه؟ نكره. تمام، مفيش عندي هنا كلمه ايه معرفه. طب تدريب كمان كده يا شباب، حدد نوع المعرفه في الجمل الاتيه: انا طالب مجتهد، فين النكره وفين المعرفه؟ احنا اتفقنا كل الضمائر تعتبر معارف، صح؟ يبقى انا ده ضمير متكلم يبقى معرفه، يبقى اقول المعرفه انا. طب نوعها ضمير ايه؟ متكلم، احسنتم. هل في معرفه تاني؟ لا. نشوف مثال كمان. عمر هو ثاني الخلفاء، فين المعرفه هنا يا اولاد؟ ها عمر معرف. تمام. طب وهو معرف، ده ضمير غائب. طب فين تاني معرف؟ الخلفاء، ده ضمير معرف. تمام. يبقى المعرفة عندي هنا كلمة ايه؟ هناخد واحدة كده نقول هو ونوعها ضمير غائب. طب في ايه تاني؟ عندي المعرفة هنا الخلفاء ونوعها معرفة بقل. تمام يا ولاد. وعندي كمان كلمة عمر، ها اسم معرفة معرف لانه كلمة اسم ايه؟ اسم علم. تمام شباب. طيب هذا اخي تلميذ نشيط، هذا اسم إشارة، وإحنا اتفقنا أسماء الإشارة من المعارف، يبقى المعرفة عندي هذا ونوعها اسم إشارة. تمام؟ طيب اللي بعده، وعندي المعرفة كلمة أخي لأنها مضافة لإيه؟ لضمير. تمام؟ طيب بكده نكون انتهينا من الدرس، أتمنى تكونوا فهمتوا، وإلى لقاء مع درس جديد إن شاء الله.